وبداية مع مراجعة سريعة لأهم الكونسبتس عفوا والمفاهيم اللي تمكننا من تصوير الحركة أو the representation of motion. نفتح القوس بنبذة تاريخية سريعة. إذا معظم الأشياء اللي ندرسها الآن وهي الدراسة الرياضية للحركة تنسب إلى العالم جاليليو في إيطاليا في سنوات 1550، واللي تعتبر من أهم الإنجازات العلمية للإنسانية. لماذا؟ لأن هذا الحقبة هذه وهي حقبة النهضة في أوروبا تعتبر نقطة الانطلاق للعلوم كما نراها في تصورنا الحديث. وغاليليو إذا كان هو أول من بادر بدراسة الحركة بالدراسة اللي ندرسها الآن، أوكي؟ اللي هي إذا جانب الكينيماتكس، الدراسة الرياضية للحركة، مثلا حركة السقوط الحر. إذا غاليليو هو الأول من درسها بالطريقة اللي ندرسها الآن، واللي هي موضوع السكشن السابعة. زيادة عن غاليليو، إذا الاسم الثاني ذات الأهمية هو بالطبع إسحاق نيوتن، واللي عاش إذا 70 سنة أو 100 سنة بعد غاليليو، عاش في سنوات 1650 تقريبا، واللي يعتبر مؤسس الفيزياء الكلاسيكية، ما نسميه بالفيزياء الكلاسيكية اللي هي موضوع القسم الأول. إذا الشابترات من الشابتر الأول إلى الشابتر الثامن تقريبا، أو شابتر نعم الشابتر الثامن. إذا وقوانين نيوتن، إذا تعتبر إذا القوانين التي أسست الفيزياء بكل ظواهرها، من تقريبا كل ظواهرها، من إذا بداية من سنوات 1500 إلى غاية السنوات 1900. تاريخيا في السنوات 1900 ظهرت فيزياء جديدة واللي نسميها بمودرن فيزيكس، واللي بعض من ظواهرها سوف ندرسها في شابتر 30 اللي هي النوكليار فيزيكس. ولكن إذا لخصنا، الفيزياء الحديثة هي عبارة عن شيئين رئيسيين، هما الفيزياء النسبية أو relativistic kinematics بالطبع هذه ما ندرسهاش، وأيضا الفيزياء الكمية وهي quantum physics، وهما إذا نظريات جديدة إذا تضيف على الفيزياء الكلاسيكية. إذا الفيزياء نيوتن إذا تعرف تاريخيا تحت اسم الفيزياء الكلاسيكية، لأنه في سنوات 1900 إذا تحولت إلى فيزياء قديمة، لهذا السبب أعطيناها اسم كلاسيكية أو وصفة كلاسيكية. وهناك إذا طرق أخرى أو نظريات أخرى بالطبع تدرس الظواهر بصورة مختلفة جدا. ونغلق القوس الآن وسوف نمر إلى إذا الدراسة الكلاسيكية للحركة. ونذكر أن هدفنا هو إذا مراجعة التعريفات ل إذا دراسة الحركة. أوكي، مثلا شايفين هنا لدينا هذا السكير اللي يعمل قفزة، وهنا عندنا عملية التصوير للبوزيشنز لهذا الشخص هذا. هذه بالطبع من التقنيات المهمة في دراسة الحركة، ومراجعة لبعض الجوانب التي تهم الأعداد numbers والوحدات. إذا من أهم الخصائص أو ميزات الفيزياء هي إذا طريقة استنساخ النظريات، وهي عبارة عن طريقة تعتمد على مرحلتين. It is a two-step process. عندما نقول to solve motion problems ليس معناه حل المسائل الموجودة في الدرس هذا، وإنما دراسة وفهم الظواهر. أوكي، ما نسميه بالبروبلمز هنا موشن بروبلمز، هما الظواهر المرتبطة بالحركة، مثلا حركة السقوط الحر وحركة القذيفة والحركات الدورانية مثلا. إذا في المرحلة الأولى إذا يجب أن نستنسخ صورة مسهلة وصورة تسهيلية للحركة أو الظواهر الحركية، اللي هي عادة إذا في الحياة العادية تعتبر مركبة وصعبة الفهم، لأن هناك عدة أشياء وعدة بارامترز. مثلا شكل الأجسام يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، مثلا الاحتكاكات المختلفة مثلا مع الهواء مع الرياح، إذا كانت الحركة داخل السوائل، إذا كانت الحركة على أرضية صلبة إذا هناك احتكاك ما بين الأجسام الصلبة إلى آخره. إذا يجب أن نؤسس إذا تصوير بسيط للظاهرة. أوكي، we must develop a simplified representation of the motion.
هذه المرحلة الأولى. والمرحلة الثانية إذن the second step okay, هي الدراسة الرياضية. إذن we analyze the motion with the language of mathematics. إذن باستعمال الرياضيات أو لغة الرياضيات. وهنا بالطبع الجي عملية إذن وضع الأعداد. أوكي إذن يجب أن نعرف كيفية كتابة الأعداد وكيفية كتابة القياسات أو الحسابات أوكي على الظواهر الطبيعية وعلى المقادير ذات الأهمية. إذن بصورة بديهية الحركة وش هي؟ هي بطبع تغير المكان. الجسم عندما يغير مكانه في الفضاء أوكي بالطبع في لحظات مختلفة من الزمن، هذا اللي نسميه بالحركة. مثلا لديكم حركة على مسار مستقيم، المسار أو الباث أو التراجكتوري أوكي؟ إذن هي مجموعة النقاط التي يمر بها الجسم عندما يتحرك. لديكم هنا حركة دائرية، لهنا عندكم حركة قذيفة أو بروجكتايل موشن، ولهنا عندكم حركة دورانية حول محور أوكي؟ هذا محور الجسم وهذه حركة دورانية. نحن مثلا في الشابتر القادم الشابتر رقم 2 سوف نهتم مثلا بالحركة على خط مستقيم أوكي؟ ما يهمش يكون أفقي يكون عمودي، مثلا السقوط الحر فري فول سوف يكون عمودي أوكي؟ أو يكون بميل معين يعني عنده زاوية معينة ما يهمش، ولكن المهم أنه تراجكتوري أو المسار يكون خط مستقيم. هذا يكون موضوع الشابتر رقم 2 اللي هو الحركة على بعد واحد One Dimensional Motion. أول شيء ممكن نعمله هو تصوير الجسم أثناء الحركة كما ترون هنا. بالطبع ما هو الشيء اللي يقول لي أن هذه السيارة تتحرك إلى اليمين على الطريق هذا؟ هو بالطبع وجود أجسام ثابتة على الطريق، مثلا هذا النخلة أو الشجرة أوكي؟ إذن هذه الأشياء المتوقفة اللي موجودة على سطح الأرض هي اللي تقول لي أن هذا الجسم يتحرك وهذا الجسم ثابت، هذا الجسم ثابت بالنسبة للأرض وهذا الجسم يتحرك إلى اليمين. إذن في فترات زمنية متساوية سوف أصور إذن الجسم المتحرك، وبعد ذلك إذن سوف أمزج كل هذه الصور هذه في صورة واحدة أوكي؟ إذن شايفين the frames اللي هما الصور they are simultaneous أو simultaneously shown أوكي؟ إذن أوضعت كل الصور في صورة واحدة، وهنا نشوف مكان الجسم في لحظة معينة، وبعد مرور فترة الجسم غير مكانه في هذا النقطة هذه، وبعد نفس الفترة إذن مثلا كل ثانية ممكن نعمل صورة وتعطيني مكان السيارة ليتغير، لهنا السيارة راهي تقترب من هذا الجسم هذا. وهنا نكون عملت ما نسميه بـ motion diagram، diagram للحركة. diagram هو بطبع العملية التصويرية، أني بديت بالعملية التصويرية تاعي. الشخص إذن لهنا لديكم بعض من الأمثلة من الحركات، وكل الصور اللي هنا معمولة في فترات زمنية متساوية، مثلا لهنا كل ثانية نعمل تصوير. شايفين لهنا المسافات المقطوعة متساوية، إذن هذا الشخص هذا فهو في حركة بسرعة منتظمة أو constant speed، وهذا الحركة هذه تعتبر الحركة أو تسمى بالحركة المنتظمة أوكي؟ uniform motion. هذا الشخص هذا يقلع من هذا النقطة هذه ويبدأ بالركض، إذن هنا عنده فترة تسارع أو تزايد في السرعة. إذن الكلمة بالإنجليزية هي speeding up أو to speed up، الفعل to speed up أو فترة acceleration أوكي؟ المعروفة أيضا تحت اسم acceleration. لهنا السيارة راهي تتوقف، ربما هناك ضوء أحمر هنا وبالتالي هذا السيارة راح تتوقف. شايفين إذا في فترات زمنية متساوية المسافة اللي هنا كانت كبيرة، لهنا أقصر وهنا أقصر، وبالتالي هذا يدل على أنه هذا السيارة هذه راهي تفرمل باش تتوقف أوكي؟ إذا هذه it's a slowing down to slow down أو حركة deceleration أوكي؟ وهنا لدينا مثلا كرة باسكتبول إذا مقذوفة من هذا المكان إلى هذا المكان، هذه حركة قذيفة. طب هذه حركة على بعدين سوف ربما نهتم بها في الدرس رقم 3.
في السؤال which car is going faster A or B علما أن السيارة A تتجه إلى اليمين والسيارة B تتجه إلى اليسار ولهنا إذا قستوا إذا خديتوا مثلا النقطة الوسط في كل سيارة مثلا المسافة ما بين هذا النقطة وهذا النقطة مساوية للمسافة ما بين هذا النقطة وهذا النقطة يعني السيارتين يقطعان نفس المسافة أوكي ولكن هذه قطعتها في ثانية ثانيتين ثلاث ثواني وهذه قطعتها في ثانية وثانيتين إذن هذا السيارة بطبع أسرع السيارة B هي أسرع شايفين هنا assume there are equal intervals of time between the frames of both videos إذن الفريمز بطبع هما الصور أوكي الفريمز هما الصور والانترفال of time هما الفترات الزمنية لتفصل مكان إلى مكان المكان الموالي اوكي هنا نفترض ثانيه كان ممكن نفترض اي شيء ولكن ما يهمش اوكي هنا هذه استغرقت فترتين من الزمن وهذه استغرقت ثلاث فترات من نفس الزمن من نفس الفتره الزمنيه اوكي اذا هذه ابطا من هذه السياره هذه هذه فقط تتجه الى اليمين وهذه تتجه عفوا هذه تتجه الى اليسار وهذه تتجه الى اليمين ولكن لديهم نفس سبيد عفوا السبيد تاعهم هذه أكبر من هذا ونستمر في العملية التسهيلية أو عملية السيمبليفيكيشن أوكي في الموديل وبالآن نقول أن شكل الجسم وهنا السيارة لا يهمنا يهمنا فقط أن نتبع أحد نقاط هذا السيارة هذه مثلا ممكن هي ممكن تاخذ اي نقطه من السياره نقطه في مؤخره السياره او امام السياره ما يهمش ولكن لتثبيت الامور باش ما نغيرش المكان النقطه هذه في كل مساله نتفق على انه هذه النقطه هذه سوف تكون مركز ثقل الجسم اذا بالنسبه للسياره سوف يكون في هذا المكان تقريبا اوكي والان مثلا السيارة هذه تتحرك إلى اليمين وهي في فترة فرملة أو slowing down أوكي شايفين سوف تتوقف هذه السيارة هذه إذا في البوزيشن هذه ناخذ إذا مركز الثقل وننسخه هنا ونكتب أنه هذا كان في الحساب الأول أو الصفر أوكي وهذه الفريم أو الصورة رقم واحد وهذه النقطة هذه الصورة رقم اثنين وهذا الصورة هذه رقم ثلاثة إذا لدينا المسافات إذا تتقلص وهذا يدل على أن هذا الجسم هذا إذا الحركة تاعه تقل أو سرعتها تقل أوكي والفترات الزمنية التي تفصل صفر إلى واحد وواحد إلى اثنين إلى آخره هذه كلها فترات متساوية إذا لهنا نكون تحصلنا على الموشن دايجرام لنقطة خاصة داخل الجسم وهذا النقطة هذه إذا تعرف تحت اسم the particle أو the matter particle أوكي أو الجسيم المادي الجسيم المادي وممكن أيضا بما أنه خدينا مركز ثقل الجسم ممكن نقول أنه عندما يحين الوقت ونستعمل كتلة الجسم ممكن نقول أنه كتلة الجسم كلها كتلة السيارة مركزة في هذا النقطة هذه بالطبع في الحياة العادية هذا غير ممكن لا يمكن أن تركز الكتلة سيارة مثلا في نقطة واحدة لأن النقطة في الرياضيات ليس لها بعد أوكي؟ وبالتالي هذا غير ممكن في الحياة العادية ولكن لهنا رانا نتكلم عن تصويرنا للمسألة أوكي؟ هذا تصويرنا للمسألة وبالتالي نتحصل عندما ندرس إذن الحركة باستعمال فقط نقطة من الجسم ونقطة ذات أهمية إذن الآن نتحصل على ما نسميه بالبارتيكل موديل شايفين هنا مثلا في المثال هذا لدينا جسمين لهنا عندي صخرة أو حجرة ولهنا عندي غطاس إذن الاثنين عندهم حركة سقوط أوكي سقوط حر ومثلا الصخرة هذه ممكن تكون عندها حركة دورانية أثناء السقوط ولكن هذه الحركة ما تهمنيش هذه الحركة جاية من شكل الصخرة لأن الصخرة عندها أبعاد والجسم أيضا الإنسان هذا الشخص هذا عنده إذا أبعاد ممكن يتكور أثناء السقوط اللي هنا راهو ساقط بشكل شبه ثابت ولكن هناك حركة جانبية لكل الأجسام هذه الحركة ما تهمنيش الآن يهمني فقط الحركة الخطية لنقطة
على كل الأجسام، إذا مركز ثقل الحجرة هذه ومركز ثقل هذا الجسم هذا، إذا للاثنين فهما على نفس المستوى، إذا هذه النقطة هذه سوف تكون صفر، هذه النقطة واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثة، أوكي؟ والحركة بطبس حركة سقوط الحر هي عبارة عن تزايد في السرعة، أوكي؟ واللي يدل عليه هي المسافات التي تتزايد كما ترونها، أوكي؟ وسوف نرى أن حركة سقوط الحر هي نفسها لكل الأجسام، أوكي؟ إذن صبروا إلى غاية الشابتر الثاني ومؤخرة السكشن الأخيرة من الشابتر الثاني. في الكويز هذا 3 motion diagrams are shown، اللي هما الحركة A والحركة B والحركة C. المطلوب أن نحدد من هذا الاختيارات الثلاث هنا ما هو A، ما هو B، ما هو C. إذن الاختيار الأول هو قطعة غبار أو حبة غبار dust particle settling to the floor، إذن تسقط إلى الأرضية at constant speed، إذن بسرعة ثابتة. بالطبع الاختيار B هو حبة الغبار، شايفين؟ إذن بداية من 0 1 2 كل المسافات متساوية في نفس الفترات الزمنية، وهذا يدل على أن السرعة هنا ثابتة، سرعة سقوط، إذن حركة سقوط إلى الأسفل ولكن بسرعة ثابتة. الاختيار الثاني which is a ball dropped from the roof of a building، أوكي؟ إذن كرة تكون ماسكها في الأعلى وتخليها تسقط. بطبع هذه حركة السقوط الحر في الاتجاه النزول، وبالطبع هي حركة تسارع، أوكي؟ وهنا المسافات يجب أن تتزايد، وهذا الاختيار هو الاختيار A. وأخيرا and which is a descending rocket slowing to make a soft landing on Mars، إذن صاروخ ويعمل slowing معناه يجب أن يتباطأ باش ينزل على سطح المريخ، أوكي؟ وهذه بالطبع هذا النزول يجب أن يكون بتباطؤ، إذن المسافات يجب أن تقل أن تنقص، وهذا الاختيار C بالطبع.